أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الموضع الثاني، اقرأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. حسبك، بارك الله فيك أخي شرف. ما شاء الله عليك محمد شرف من ولاية وهران على هذا الحفظ أولا المتين للقرآن الكريم، أما عن الأحكام والأداء
فأكيد دكتورنا الشيخ عماد بن عامر له ما ينصحك فانتبه. على العموم هناك بعض الملاحظات محمد شرف، هذه الملاحظات لا تنقص من قدر تلاوتك بل تزينها وتزيدها جمالا. أهم شيء هو ضيق النفس مما أثر على قراءتك، فصرت تقف على بعض الكلمات لا ينبغي أن تقف عليها، مثلا حينما وقفت من بعد الموت ثم ابتدأت لا يقولن، أيضا تتلى عليه ثم ابتدأت ثم يصر، والموضع ليس موضع وقف. أيضا عندك بعض الابتداءات مثلا حينما ابتدأت وما أنزل الله من السماء، قد يفهم وما أي لم ينزل ما النافية، وهذا خطأ لأن هنا ما الموصولة بمعنى الذي وليس النافية. إضافة إلى بعض الملاحظات تتعلق بصفات الحروف كالضاد عندك غير قوية، بعض الغنن عندك ضعيفة، مثلا كلمة والنهار فيها تقليل أي إمالة صغرى، وأنت قرأتها أقرب إلى الفتح منها إلى التقليل. على العموم قراءتك جيدة بني محمد شرف، بالتوفيق. نعم أستاذة منيرة. محمد شرف ما شاء الله لك حظ من اسمك مع القرآن الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف القرآن وشرف الإسلام. ما شاء الله حفظ جيد، حفظ متين كما قال الدكتور، تقرأ بثقة وبتؤدأ. عجبتني في تحقيق الحروف، تحقيق صفات الحروف، مثلا قوله تعالى يستهزئون، أتقنت السين والهاء والنون في الصفات. بقي كما قال الدكتور باب الوقف والابتداء، عليك أن تهتم به أكثر فيما يتعلق بالتحكم بالنفس. زادك الله من فضلك يا ابني وجعلك ذخرا للأمة.